السلام عليكم، معكم اخوكم عمر، حياكم الله. اليوم في فيديو جديد في لعبة روبلوكس. طبعا يا اخواني في هذا الفيديو راح العب برج الجحيم اللي هو الفوز من اول محاولة، فبلعب يا شباب المود العادي البروتورز، بيكون 3 محاولات بس، ما راح العب بهذا الفيديو، بخليه فيديو ثاني. اعزائي المشاهد اتمنى انك تشترك في القناه وتضغط زر اللايك وتشير هذا الفيديو في كل مكان، ويلا خلونا نبدا. طبعا يا اخوان كالعاده بنبدا تسخين الحين. اوكي، بسم الله على بركه الله. اول 3 محاولات هذا اول محاوله، هذا تسخين. عزيزي المشاهد خلاص يعني تسخين، عرفت يعني ما نبي يعني نجيب العيد، خلها تسخين بالله، مشوها انا قاعد اسخن. لا 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 يا عمر مو كذا يا ابني، اهدأ. يا سلام عليك. إيه يا بوي والله انك واضح انك تبي تسخن. كان يجي هنا يا اخوان، يا عيني عليك، تسلم يديك. اوبا والله يا اخوان اني ماشي مرتد يعني كذا، يا طاهر ارتداده يا اخي. هذا اللي معاه ذيل هذا والله العظيم انه يشغلك. احسن طاح ابو ذيل، ابلعي. طيب ايزي هذا يا عمر، والله ما هي بايزي، باك تركز صح. يا سلام والله ما مت يعني ما مت يا اخوان. يا سلام عليك، والله لعيب يا شباب، الولد هذا لعيب والله يا شباب. اني ماشي يعني بس انه ها كيف الحال، اصلا انا قاعد شباب قاعد اسخن يعني. اوكي يا اخوان، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا راوند جديد. يلا بسم الله نحاول يا شباب نفوز باول محاوله. طبعا هنا يا شباب في هذا الليزر. يا سلام عليك، كويس يا شباب اني ما مت. الله عليك، ايوه والله اني ما اشوف شيء. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، ما اشوف شيء حرفيا، ما يبين شيء. ما عليه عمر، انت امشي والله كريم. صح انه اوكي انك خسرت تحدي انك تجيبها من اول محاوله، بس كمل ما يمنع. يلا يلا يلا، فارقوا لا تجون، روحوا الله يحميكم، روحوا. يلا ليش ما رحت معاهم انت؟ تسريحتك ذي يا ليل للأم ذيل، مع السلامة بالله تكفى. يا الله ايوه احسن خلوني لحالي احسن عمر ليش انت كذا نذل؟ يا اخي ما يخلونك تشوف شيء يا عزيزي المشاهد، يعني انت عارف عزيزي المشاهد. المشاهد ضغط لايك، ايوه تأكد انك ضغطت لايك يا وحش. ايوه شو عزيز مشاهد، عزيز مشاهد انظر. لوكذس هذول واقفين يطالعون ايش؟ ماني عارف. تخيل يا عمر لو انك طحت، والله بغيت انك ما تتخيل، بغيت انك بغيت. ها؟ ايوه الحمد لله نجوت. ووو اتوقع اني انا الاول الحين. عيني عليك يا بطل يا اخي، والله هذا الولد يا شباب فنان. ايوه هذا الولد فنان، هذا الولد بغى يجيب ام العيد. لما بتوحشيني بحط ايدي على قلبي كاني بضمك ليا، واسمع صوتك جوا مني وانا مغمض عيني، وافتكر كل اللي بينا ده اللي بينا مش شويه. ايش في؟ والله يا اخواننا خرب علي، خربت يا عيال علي الطيحه، والله انخرشت يا شباب، معليش يا شباب السموحه، والله انخرشت. بحط ايدي على قلبي كاني بضمك ليا، واسمع صوتك جوا مني وانا مغمض عيني، الله يستر، وافتكر كل اللي بينا. ايوه شاطر والله يا عمر انك ما شاء الله تبارك الله. ايش هذا؟ يا بقرة. يلا اصلا عادي يا شباب، تسخين يعني يلا يا اخوان بسم الله على بركة الله، هذا راوند جديد.
مقطع جديد. السلام عليكم. ايوه يا بطل يا عمر بطل، يا سلام. بتجيبها تقولي من اول محاوله صح؟ شباب اعرف لكم يوتيوبر دائما يقول بجيبها من اول محاوله، ابجيبها من اول محاوله، اخر شيء شباب يجيب العيد. ما ادري عرفتوا ولا لا، واحد شباب يوتيوبر يعني ما تعرفون انتوا اكيد اعزائي المتابعين، دائم هو يجيب الغايبه دايم. وات از ذس؟ طيب انا اختصرت هذا ولا ايش قاعد اسوي انا؟ والله يا اخوان ماني عارف ايش قاعد اسوي. اذا اختصرت اكتبوا لي في التعليقات يا اخوان. يلا ما في مشكله. بسم الله. والله هذا يا شباب توها قبل شوي جات، شكلهم سووها جديده هذه وانبسطوا عليها، قالوا خلينا نحللها صح. الحمد لله نجوت، ما مت عزيزي المشاهد، ما مت، طحت بس يا اخي. هذا شلون هذا قبل شوي الراوند اللي راح فاز؟ هذا مهكر اللعبه، انا متاكد. اصلا عادي يا شباب، رجعنا شفتوا كيف؟ غالي كيف حالك؟ طاح. غالي كيف حالك؟ طاح، طحت وراه. والله وقت القرار انت ما خليت لي. والله اني بالعم العافيه. ايوه مضبوط يا عمر. الى الحين يا عمر شغلك تمام. ايش هذا يا شباب؟ والله العظيم اني ماني شايف شيء. بسم الله. وي تكفى. بليز يا شباب، بليز، بلا استهبال. يا حبيبي. يا الله، والله عمر ترك وصلت موصلا يعني بعيدا. حلوة ذي موصلا. تألف لي كلمات من كيسك. أي لغة هذه؟ لا يرحم أبوك تكفى. ما صار شيء يا شباب، يعني ما صار شيء ترى. الحمد لله يعني مسيطرين يا شباب على الوضع، مسيطرين. شو الصيحة الغبية هذه يا عمر؟ عمر شو الحركة الغبية اللي قاعد تسويها أنت؟ يعني والله كان سهل. يا الله والله ما أشوف شيء. غير زاوية الكاميرا يا عمر، لازم يعني. يا الله باقي يا شباب وقت مو طويل مرة. يا أخي الله يرحم أبوك نط زي الناس، إيش الفيزيائية هذه؟ إيه يا أبوي الله يرضى عليك. إيه يا أبوي يا أخي من أول. أوه يا عمي ايش في هنا؟ ايش من مصايب هنا؟ هذه ابو المصايب. ما عاد باقي وقت. تكفى يا شباب، واحد مطنوخ يشتري لنا الوقت. ما ابغى درع، بس ابغى الوقت. درع ما نبيه يا اخوان. وين يمديني انط اوصل؟ اي والله اني قدرت. اي والله يا اخوان اني قدرت. تكفى وصلني النهاية. بليز ايش هذا ليه؟ يا شباب اوصل عند النهاية واموت. وصلت النهاية وخسرت والجمهور قاعد يضحك. يلا ما في مشكلة، الراوند الجديد ما عليه. اصلا عادي، اصلا يعني شباب يعني قاعد امثل، يعني قاعد امثل يا شباب اني اخسر. شباب هذه المحاولة لا تحسبونها، معليش والله يعني طفح الكيل. بعدها شباب اني الحين توني بعد الراوند، والله ما انتبهت، قاعد مركز اني اسولف. اي الحين يا شباب يعني كاننا بدينا. اوكي لا بليز شباب، مشوها لي في التعليقات تكفون، لا تهايطون علي. قولوا يا عمر ترى هذا اول محاوله لك، عرفت؟ سووا انفسكم اني يعني توي سويت كات وكذا. الله عليك يا عمر ما شاء الله، هذا كله من اول محاوله. يا سلام عليك، خطير يا عمر ما شاء الله، هذا كله من اول محاوله. يا الله فنان والله ما شاء الله يا اخي، والله الولد يا شباب هذا فنان، الولد هذا يا شباب خطير. يا سلام والله يا شباب اني نطيت بس ما رضى ينط، وش اسوي اكثر من كذا يا شباب؟ ايش اسوي؟ عمر ترى قلنا هذه اول محاوله لك، ها لا انت بتموت.
تنتبه تموت. انت طحت صح ما خسرت بس انتبه تموت. انا وين طحت؟ اتوقع هنا صح؟ لا مو هنا، مو هنا فوق، انا طلعت هنا فوق متأكد. طحت اتوقع في هذا المنطقة. والله اني نسيت، والله يا شباب اني نسيت. او هنا، والله ما ادري يعني. المهم يا شباب اني خسرت قبل شوي عادي. يا اخي ما شاء الله عليه هذا كل شوي يوصل القمة، والله اني ما شاء الله واضح لاعب محترف. مع السلامة، بستنى الدوري. لا تخرب لا تخرب لا تخرب، الله يرضى عليك لا تخرب. اوبا يا سلام عليك يا بطل، والله بطل. ايوه وش الشيء في شيء هنا؟ الله يستر شباب، انظروا الى هذا. هنا شباب هذا استهبال. والله يا شباب اني واقف على الطرف، والله ما الذي سنفعله غدا؟ ما نفعله كل ليله، نحاول السيطره على العالم. يعني صارت كذا والله، والله يا شباب صدق يعني الفيديوهات صايره جايه كذا. يعني احاول اخسر ولا، وبعد بيروح وشو قال قال بروح هناك هناك البرو تاور عشان شو اسمه، عشان ذا واجيب اللي هو ثلاث محاولات. والله ما اتوقع انك تجيبها. المهم يا شباب عادي، اصلا عادي والله، والله ما يزعل. انا ما زعلت يعني. الله يسعدكم يا شباب، اتمنى تكونوا استمتعتوا. لا تنسون الاشتراك في القناه، ضغط زر لايك، نشر هذا الفيديو باذن الله اننا راح نتخلص هذا التحدي، نفوز من اول محاوله. الله يعطيكم العافيه يا شباب، اتمنى تكونوا استمتعتوا. قلتها مره ثانيه معليش مشوها لي. الله يعطيكم العافيه. نهايه كل فيديو احب اقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام.